بظهر الناس دول على حقيقتهم فعلا وبخش جوه جلدهم. تهديد صناع مسلسل ليالي الشمال. تهددنا اثناء التصوير، كسرونا سيارة المعدات. في ناس عم تعاني وفي ناس مش عم تعاني، عم تكون مستفيدة من هذا الموضوع. استأنف فريق عمل مسلسل ليالي الشمال تصوير المشاهد المتبقية من العمل بعد توقف لفترة طويلة بسبب فيروس كورونا، وبتدور أحداث العمل في إطار درامي اجتماعي معاصر في ضواحي مدينة مالمو السويدية. هو أول تجربة بأوروبا بشكل عام فيها ممثلين من 13 جنسية مختلفة. مسؤولية كبيرة، بس أنا عملت المشروع بالأساس لأنه أنا مؤمن فيه. هلا هاد بيهون شوي الحمل، ووقوف بعض الناس حولنا، الأساتذة النجوم والممثلين معظمهم أصدقاء ساعدوا، الفنيين ساعدوا، يعني هي بالأخير وقوف الناس اللي بالمشروع هو اللي ساعدني الحقيقة. فالمسلسل ده بيتكلم عن صعوبة اندماج المهاجرين العرب في المجتمع السويدي نتيجة السلوكيات السلبية واستغلالهم من قبل جماعات غير أخلاقية تحت ستار الدين. كان لابد من انه نحكي عن هاي المشاكل، والا منكون يعني عم نعمل شيء ما له معنى. لهيك اخترت هذا الموضوع. هو مو فقط عن الارهاب بالمناسبه، الموضوع بيحكي عن النخب اللي باوروبا، وكيف هاي النخب بغالبيتها العظمى هن قاعدين باماكن امنه وبيشتغلوا اشياء هي بتاذي الناس اللي المفترض انه هن عم بيحكوا باسمائهم. الارهاب هو الحقيقة أخطر شيء عم بيواجهه الكوكب، وتحديداً يعني منطقتنا نحن، وحتى وقت اللي منهرب على أوروبا الخطر الأساسي اللي بيتهددنا بأوروبا فعلاً هو خطر الإرهاب. والنوع ده من الأعمال بيواجه صعوبات وبيشكل تحدي كبير لصناع العمل كونه بيتطرق لقضايا حساسة في مجتمعنا العربي. هو عمل فريد من نوعه وفيه صعوبات. الحقيقة أنا بعرف أنه رح تواجهني صعوبات، واجهتنا من وراء شائعات لاحقت العمل، تهددنا أثناء التصوير وكسرونا سيارة المعدات على مقالات نشروها ناس ما بيعرفوا أي شيء عن العمل. والعمل من تأليف وإخراج عماد اللي كمان بيقدم فيه شخصية كاتب وممثل سوري اسمه كريم جابر، وبيشاركوا في التمثيل مع مجموعة كبيرة من الممثلين السويديين، عدد كبير من نجوم العالم العربي وأبرزهم ضيف العمل أحمد بدير. التريتمنت بتاع العمل والملخص والظروف إيه والحدوتة، فاستهواني جدا إنه بيعلق قضية هامة وبيطرحها بشكل مظبوط وإيجابي. كيف بيشوف هالأعمال اللي هي فيها نجوم خليج نجوم سوريين؟ تجربة جميلة جدا، والفن عابر للحدود، بيوصل الرسالة لكافة الدول العربية وبيبقى العطاء جميل لابد من الإكثار منها. وهنشوف أحمد بدير بشخصية الشيخ يونس في دور مختلف عن اللي قدمه قبل كده في أعماله اللي فاتت. زي ما انت شايفة، بس دي على متطرف، يعني اللي بيدعوا نفسهم بينتموا الإسلام وهم متطرفين وبيستغلوا الإسلام أسوأ استغلال وبيسيئوا إلى قيم ومبادئ الإسلام الحنيف الجميل اللي بيحض على الفضيلة مش على القتل والدمار. فأنا بعمل الشخصية طبعا اللي هي بتحض وبتعمل كل حاجة وحشة، بس أنا يظهر متعود إن أنا عملت كذا شخصية كده اللي هو ضد طبيعتي وضد مبادئي، بس عشان أظهر الناس دول على حقيقتهم فعلا وبخش جوه جلدهم وبطلع الحقد والكره اللي جواهم تجاه بلدهم. ومحمد خير الجراح كمان هيطلع من القالب الكوميدي بشخصية بعيدة عن أدواره اللي قدمها قبل كده. الشخصية بتحمل خط بدنا نشوفه قديش هو بيساهم بشكل غير مباشر من خلال موقعه بين الداخل وبعد فيما بعد في الخارج بالأذى وتصنيع الألم والوجع بالمناطق اللي هو بينتمي لها بالأساس. فإن شاء الله توصل هاي الفكرة من خلال الشخصية، وشخصية بالنسبة لي أكيد رح تكون جديدة، يعني أنا ما عامل شيء بشبهها من قبل. وبشخصية جديدة كمان هنشوف باسم مغنية في دور داعية إسلامي اسمه طالب رضوان. النص كتير عميق وجديد، فكرته جديدة، يعني منه مسلسل كلاسيكي أو قصة هيك بس للتسلية، في عمق وفي أفكار وفي آراء، وهذا الشيء اللي خليني أكون موجود بهذا العمل. وبيعالج كمان مشكلة
هجرة السوريين إلى الخارج قديش بيعانوا، في ناس عم بتعاني وفي ناس مش عم بتعاني، عم بتكون مستفيدة من هذا الموضوع. هل أعمال تكون تتناول قضايا الإرهاب؟ أوريدي العالم عم يمر بظروف صعبة، ما بتخاف إنه تكون شوية ثقيلة؟ بالنهاية الدراما ما فيك تضلك تقولي إنه هلأ في ظروف معينة، الدراما بدها تطرح كل المواضيع، تكون موجودة بكل أشكالها بكل العصور وبكل الأوقات. وهذا المسلسل هو بعتبر إنه من المسلسلات الفريدة من نوعها.